مع عنيده اللحظات الاخيره بين سمحه بين عنيده بين عنيده وبين سمحه، ولكن انطلقت سمحه انطلقت عنيده 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 تنتزع الانتصار، عنيده لسعاده احمد بن سلطان الحلومي خذت المركز الاول صاحبه كاس الثنايا للوثبه الوثبه هذه اللي امامكم مشاهدينا الاعزاء، ومسجل افضل توقيت في الموسم الماضي وصاحبه الشوط في الموسم الماضي عنيده عنيده عنيده. تهانينا والناموس لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس يا أبو محمد على هذا الفوز، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى أرض الوطن بالسلامة. هذه عنيدة تنتزع الناموس والانتصار، سمحة بالمركز الثاني. يتقدم هناك زايد بن محمد بن زايد ايضا المنصوري، الرباعه وهملوله، هملوله والرباعه، وصل الزعبي، وصل الزعبي، سعيد بن بطي بن محمد الزعبي مع طلعه، ولكن الرباعه على الصداره، وصلت هملوله، ابناء الظفر يتنافسون على المركز الاول والثاني. يا سلام الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، يلا يا الرباعه، يلا يا ايضا هملوله، وطلعه القادمه ال 200 متر الاخيره. اذا مشاهدين الاعزاء، الرباعه على الصداره، الرباعه على المركز الاول ومقدمة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لساري بن بلوش المزروعي على هذا الفوز، على فوز الرباعة. سلام بوسيف سلام، تهانينا العيد بساري بن بلوش المزروعي المركز الثاني، وصلت فيه طلعة لأيضا سعيد بن بطيب محمد الحسن المري. والمركز الخامس ايضا اسم جديد بن ذيع الشامي مبارك بن ناصر بن رميل العامري، ولكن اعود اعود الى المنهالي واليبهوني، المنهالي واليبهوني على المقدمه على المركز الاول اليبهوني. اسلم على اهل مدينه العين، اسلم على اليبهوني بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع، مع هذه الانطلاقه مع هذا الاندفاع. ولكن عاد مرة ثانية حشيم، حشيم الدرعي، حشيم الدرعي، ولا اليبهوني، 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 وأيضا الدرعي، الدرعي، حشيم، حشيم، ولا اليبهوني مع الأمتار الأخير اليبهوني. تهانينا على هذا الفوز، بينما المركز الثاني حشيم. لحظات يتسلل من مركز الى مركز الى الصداره الى المقدمه، عبد الله بن الطير بن سهيل العامري ينطلق الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول الى صداره هذا الشوط. مشاغب يحاول في اللحونه في المركز الثاني، المركز الثالث القادم ايضا اسم جديد ينطلق هنا، هنا مخوف عبد الله بن محمد بن علي بن حمودي هنا الاكتبي، ولكن هشام هشام على الصداره، والذيب ايضا لبن سبت قادم، ولكن هشام كعوائده دائما على الصداره على المقدمه. سلام للهير، سلام سلام لابو حمد، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. تهانينا والناموس العبد الله بن الطير بن سهيل العامري، ولحظه الصوره الى خط النهايه، معلن الفوز والناموس الذي في المركز الثاني ناصر بن مسلم مصر. مع الشاهينية راشد بصغير بن قنون بن يرادة، الأوامر خفيفة وطفيفة على الشاهينية. جميرة جميرة سلام، جميرة ثابتة في دانة الدنيا دبي، لكن أهالي جميرة تلاعبوا بالأعصاب وروحوا مع هذا الشوط، روحوا مع هذا الانتصار. راحت الشاهينية سلالة محلية، سلالة محلية يقدمها راشد الصغير بن قنون بن يرادة. ها هي ها هي الشاهينية مرت مرور الكرام خاطفة هذا الشوط. تهانينا والناموس لراشد بصغير بن قنون بن يرادة. المركز الثاني السامرية وفاجتنا في الكيلومتر الأخير محمد بن عبد الله بن معيض.
انطلق مشاهدينا الكرام الحلامي سعادة احمد بن سلطان الحلامي ان لم يكن كلام ثاني مع نمارك نمارك مشاهدينا الكرام احمد بن سالم بن سعيد بن منانة يتقدم مع المركز الثاني ولكن الشايبة 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 يا سلام الله على الشايبة ما سلمت المهمة ما سلمت القيادة ما سلمت الصدارة للمرة الثانية للمرة الثانية لسعادة احمد بن سلطان الحلامي يقدم هذا الاسم نمارك نمارك اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ولكن الشايبة لا ترضى الشايبة يا اخوان ما ترضى الشايبة سلام للحلامي للمرة الثانية يسعد مساك على هذا الفوز والإبداع والانتصار ناصر بن عبد الله المسند 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 روح ببلدنا ببلدنا روح بداية بروفات اليوم الختامية تنطلق بلدنا ولكن خيرة خيرة وبلدنا بلدنا وخيرة لمن الفوز ولمن الناموس في أول الأشواط المفتوحة بلدنا بلدنا هناك المسند 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 شب ناره مع الفوز مع الانتصار يا سلامي عليكم يا اهل الدوحة يا سلامي عليكم يا اهل الخور يا سلامي عليك يا الزعبي يا سعيد يا بن بطي يا الزعبي يا المغامر يا من تتابع هذا الشعار الكبير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوف هذا الانطلاق شوف هذا الابداع مهمة 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 سعادة احمد وسلطان الحلامي تحركت سمحة تحركت سمحة حمد بن راشد بن غريب الاكتفي شوف الابداع شوف التحرك ما بين سمحة وصلت بيشة ولكن سمحة سمحة مهمة سمحة مهمة سمحة مهمة الانطلاق الثنائي التاريخ المشرف الابداع الكبير تحركت سمحة مع الميتين متر الأخيرة سلام يا بن غريب سلام سلام يا بن غريب سلام شوف العرض الجميل شوف الأداء أيضا المتميز من تقدم أيضا سمحة حمد بن غريب الراشد الافتبي سلام للهير سلام تهانينا والناموسة المركز الثاني الله الله هنا القادم زعفران هنا هملول 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 خليفة بن سعيد بن سالم الهريبي الله وصل وهالي الوثبة وصل وهالي الوثبة وصل بن منيف بهذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق الجميل ولكن الصدارة الصدارة مع زعفران حتى اللحظة هنا مع زعفران وهنوك العابر العابر يعبر العابر يعبر بهذه اللحظات ما يبنى لطاري عابر إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول مبارك بن منيف بن مطر المنصوري من يعلن الفوز ويعلن الناموس سلام للوثبة سلام تهانينا وناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية المشكور يا أحمد يا بن مبارك بن منيف المركز الثاني همنور خليفة بن سعيد بن سالم النبي هذه الطريقة هو القادم من الجانب الآخر هناك ضرغام شابي محمد الشافي ابي سالم الشافي ولكن اللي وصل هنا في هذه الطريقة هنا الفارس السعيدي بن سرور بن سعيد القادم من نحشل محمد غريب الراشد بن مصبح على اكتفي قائد فيلق الجبيب ياتي في هذه الطريقة بن غريب بن غريب غلب النتيجة غلب النتيجة في الامتار الاخيرة في الامتار الاخيرة الله 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 النحشل النحشل روح بالسلامات بن غريب سلام الهير سلام سلام تهانينا والناموسي والانتصار لمالك النحشل محمد الغريب قادر مصبح على اكتبي شكرا عبد الله غلبار فيسا على هذه المتابعه الجميله احمد المس
مسند تأتي في المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات حضور عوض بن عبيد بن حمد لوهيبي، ولكن خلاص 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 مع المركز الأول. الأمتار الأخيرة، روح 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 يا بالعود، الأمتار الأخيرة ما تبقى إلا القليل. أهل زاخر، أهل العين، شواهين عبد الله بن حمد بن سالم بالعود العامري، أهل الخور وأهل الشحانية يتقدمون. المسند المسند، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، النقطة الثانية. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام اللي تأتي بالمركز الأول، عباسة تأتي بهذا الانطلاق. تهانينا للمسند وشكرا الزعبي كذلك. تحرك مع ايضا الجموع، الجموع وتحرك الدمعة. راشد بسعيد بالغافرية، وطيف تحاول، طيف تتحرك لسعيد بن منان بن غدير الاكتبي. يا هيم المعركة، وين السلام؟ وين مرغم مرغم مرغم؟ ولا هناك من الجانب الاخر ايضا متابعين الكرام اللي قدمت من الجانب الاخر. هذه معارف راشد بن ناصر المانع بن غدير والمانع. وين الفوز؟ اللحظات الاخيرة، اللحظات النهائية راحت بالفوز. تهانينا لمالكي معارف راشد بن ناصر المانع المنصوري. يبهوني الظاهري يطمح الان ان يسجل النقطة الثانية. الله الله، وصل مشوش، وصل مشوش الان، يقدم لنا مشوش. علي بن سالم، علي بن سالم بن سليم الاكتبي جولة الاوامر، ولكن هني راح المحيط، محيط هادي، هذا محيط الهادي. السلامات الى اليبهوني، الى اليبهوني، الى الله الله الله. مع المركز الاول هذا هو غادر بالناموس، غادر المحيط، محمد بن سهيل اليبهوني، اليبهوني الظاهري، اليبهوني الظاهري. والنقطة الثانية، شكرا شكرا يا ابو سالم، شكرا راشد بن سعيد بن سالم الزرعي، هو من خلفي هذا الانجاز اللي فاجانا في الكيلو المتر الاخير. تهانينا والمبروك. سلامي إلى بن بخيت، سلام خلف بن سعيد بن بخيت الشامسية، راعي سرابة، راعي سرابة مع الذيب، يغادر بالفوز، يغادر بالناموس. هنيئا لك الناموس الغالي، هنيئا لك الفوز الغالي يا بن بخيت، يا بن بخيت. سلامي عليك يا راعي الذيب، سلامي عليك يا خلف، يا بن سعيد، يا بن بخيت، يا الشامسي. تهانينا مع لحظات الوصول، تهانينا مع لحظات الفوز، مع لحظات الانتصار، مع الذيب 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 الذيب. سلام عيناوي عيناوي عيناوي، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني. هذا الانطلاق حضرت حضور هناك شعفار بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي، ولك سلطان، سلطان بالحرزي، سلطان بن مبارك. هناك من يتقدم ويقدم لنا هناك سمحه. الله، يا سلام يا سلام يا سلام، ما بين حضور ما بين سمحه، ولكن سمحه. السلام عيناوي، السلام عيناوي، حتى هذه اللحظات مع انطلاقه سمحه. سلطان بن محمد بن مبارك بالحرزي الشامسي، ما شاء الله وتبارك الرحمن. سلام للعين، سلام سلام الى زاخر، سلام. عادت هناك حضور، ولكن سمحه، سمحه وحضور، سمحه وحضور. سلام يا سمحه، سلام، مشكور يا بالحرزي، مشكور. تهانينا والناموس، سلام لزاخر. رباعي
قوية رباعية جميلة. يا سلام يا سلام، التحدي الأخير مجريات هذا الشوط والقادمة أول نداء هنا هوايل، هنا القادم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أيضا قادم مع هوايل، ولكن هنا نوسيا هباشة 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 تتسلل إلى الفوز وإلى الناموس وإلى النقطة الثانية في مساء هذا اليوم والنقطة الثالثة في مساء هذا اليوم. هي هباشة على الصدارة على المقدمة، سلام للخور سلام وممثلهم الدائم هنا، ومشكور يا أبو محمد من قدمها بهذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا هو الناموس على فوز هباشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والأحمد الوصول إلى خط النهاية معنا الفوز وناموس المركز الثاني. وصلت غازية محمد السلامي. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخل غنى منا منا أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا فالدار عذبتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني